يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى بيت الميت ويجتمع في ذلك بأهل الميت لتعزيتهم وتصبيرهم وأيضا لتذكير الناس ووعظهم، وخاصة يا فضيلة الشيخ أن أهل البدع يستغلون هذه المآتم لنشر بدعهم، فهل يجوز الذهاب وتذكير الناس أن هذه بدعة؟ الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الولائم هذا منكر ولا يجوز. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والتعزية مشروعة، التعزية مشروعة، تعزية المصاب إذا لقيته في المسجد أو لقيته في الشارع أو في المكتب أو في أي مكان تعزي، ولا حاجة إلى الاجتماع، ما في حاجة، لأن الاجتماع لا دليل عليه، وأيضا الاجتماع يسبب ثقل على أهل الميت، يحتاجون إلى صنعة طعام وإلى خدمة الحاضرين وإلى إثقال عليهم، تخفيف عنهم، أن لا يجتمع الناس عندهم، يمرون ويسلمون ويمشون ولا يجلسون ويجتمعون عندهم أيام أو أسبوع أو هذا لا داعي له، وهذا يكلف أهل الميت ويخسرهم أموال. تعزيهم وتمشي، أو تعزيهم بدون أنك تروح للبيت، تعزيهم بالمسجد، تعزيهم في السوق، تعزيهم في المقبرة، في أي مكان، ولا حاجة إلى الاجتماع. هذه الاجتماعات سببت آثارا وأغلالا على الناس، تكاليف باهظة قد تكون من تركة الميت ومن مال الأيتام، لا يجوز العمل هذا. نعم.